بعد كده بقى هنتكلم على الماتيور سيجمنت، بس عايزين نعرف الأول يعني ايه ماتيور سيجمنت. احنا اتفقنا ان الماتيور سيجمنت يعني هي السيجمنت اللي فيها الأورجنز بتبقى سيكشوالي ماتيور، يعني هتبقى قادرة على انها تصنع إجز والإجز دي هتخرج لبره. فالماتيور سيجمنتس عندنا اللي هنتكلم عنها اللي هي الماتيور سيجمنت بتاع الدايفيروبوثريوم ليتم، والماتيور سيجمنت بتاع التينيا ساجيناتا والتينيا سوريام، والماتيور سيجمنت بتاع الدايبايليديوم كاناينم. المفروض ان احنا هناخد منهم علامتين بس بنعلمهم بيهم في العملي، ونتكلم على باقي المورفولوجي كده على السريع علشان النظري. طيب اول حاجه اللي هي بتاع الدايفيروبوثريوم ليتم هعرف عنها علامتين مميزين. اول حاجه ان هي بتبقى برودر زان لونجر. يعني ايه برودر زان لونجر؟ يعني عرضها اكتر من طولها، عرضها اطول من طولها، يعني شكلها مستطيل والعرض اكتر من الطول. دي اول حاجه. تاني حاجه ان بيبقى فيها سنترال جينيتال بور. سنترال جينيتال بور يعني بور موجود في منتصف السيجمنت اللي انا هحط عليه نقطه دلوقتي، ده البور ده بيبقى موجود في منتصف السيجمنت، وده اللي مسؤول عن اخراج الاجز. الاجز بتخرج منه اول باول. بعد كده هيبقى في اورجنز تانية اللي هي مسؤولة بقى عن السكشواليتي، اللي هو هيبقى فيه باي لوبد اوفري، ادي واحد بول وادي ده لوب وده لوب تاني. هيبقى فيه روزت شيب ديوترس اللي هو موجود في النص ده، اللي هو بياخد الاجز من الاوفري ويوصلها للجينيتال بور، بيبقى شكله عامل كده، بياخد الاجز من التو اوفرز اللي موجودين على الجنب ويوصلهم للجينيتال بور اللي هو بيبقى موجود هنا في المنتصف. وبيبقى فيه بعد ما نمسح الكلام ده كده بيبقى فيه تيستس كتير متفرقة هنا على الجنب سكاترد كده، تمام. يبقى بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه باي لوبد اوفري، وبيبقى فيه روزت شيب ديوترس، وبيبقى فيه سكاترد تيستس، بس المميز قوي هو الجينيتال بور اللي في السنتر، وان هي برودر زان لونجر. بعد كده دي اللي انا قلتها دي هي الماتيور سيجمنت بتاعت الدايفيلوبثريوم ليتم. بعد كده عندنا الماتيور سيجمنت بتاع التينيا ساجيناتا والتينيا سوليا. غالبا هما الاثنين شكل بعض، فعلشان كده الشريحه اللي هتجيلنا في العملي هنكتب عليها تينيا ماتيور سيجمنت، مش هنحدد اذا كانت تينيا ساجيناتا او تينيا سوليا. ليه بقى؟ لان الخصائص اللي انا بميزها بيها مشتركه ما بينهم الاثنين. اول حاجه ان هي بتبقى هي برودر زين لونجر، بس غالبا الشريحة اللي هتجيلي هتبقى مربعة، يعني ايه الطول والعرض هيبقوا غالبا قد بعض. بس لو عايز تكتب اكتب ان هي برودر زين لونجر. الحاجة التانية المميزة فيها قوي واللي هعرفها منها هي الجينيتال بور. الجينيتال بور بتاعها بيبقى واحد بس في السيجمنت، واحد بس، وبيبقى على الجنب، يعني بيبقى لاترال سواء على اليمين او على الشمال، بس المهم ان هو واحد ولاترال، اللي هو القناة اللي انا عملت عليها دايرة هنا دي، او القناة اللي انا عملت عليها دايرة هنا دي. يبقى دي الحاجة اللي هتعرفني الشريحة، ان انا هلاقي الجينيتال بور موجودة على الجنب كده، اعرف على طول ان هي ايه، ان هي التينيا ماتيور سيجمنت. طيب ايه بقى الكلام المهم فيها اللي انا المفروض اعرفه؟ الكلام المهم فيها هنا ان هي بيبقى فيها في التينيا ساجيناتا بيبقى فيها باي لوبد اوفري، انما في التينيا سوليام بيبقى تراي لوبد اوفري، يعني هلاقيه عباره عن 3 لوبس، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة، ده مين؟ التينيا سوليام. اما التينيا ساجيناتا واحد اتنين بس. الحاجه التانيه ان هو عدد التستس في التينيا ساجيناتا بيبقى 300، اما في التينيا سوليام بيبقى 200. هل انا هعرف اعد التستس في الشريحه؟ لا مش هعرف اعدهم. هل هعرف عدد اللوبس في الشريحه؟ برضو مش هعرف، ولكن دي حاجه هكتبها في اسباب التعرف. انا عرفتها انا بنفسي بايه، ايه الحاجه اللي سكنتها بيها؟ ان الجينيتال بور بيبقى لاترال وموجوده على الجنب، تمام. طيب بعد كده عندنا الماتيور سيجمنت بتاع الداي بايليديوم كاناينم. اتفقنا ان كلمه داي بايليديوم كاناينم لما جينا نتكلم على الداي بايليديوم قلنا كلمه داي يعني اتنين، وبايليديوم يعني بوابه، يعني الدودة دي بيبقى عندها بوابتين بيخرج منهم الإجز، فده معناه ان هي ايه؟ ان هي بيبقى عندها تو جينيتال بورز، ادي واحد يمين وادي واحد شمال، فهلاقي كل سيجمنت عندي بيبقى فيها تو جينيتال ايه؟ تو جينيتال بورز، واحد يمين وواحد شمال. دي اول او دي العلامة الوحيدة اللي هعرفها منها. طب في علامة تانية برضو مميزة قوي في الماتيور سيجمنت بتاع الدايبير ده كلاينا، ان هي بتبقى لونجر زان برودر، يعني طولها اللي بالطول اطول من
طولها ال بالعرض. تمام. الحاجة التانية بقى اللي ممكن اكتبها في اسباب التعرف ان هي بيبقى فيها two sets of genital organ، يعني هيبقى عندها اوفر يمين هيبقى عندها اوفر يمين وتستس يمين ويوترس يمين ويخرج من الجينيتال بور اليمين، وكذلك هيبقى عندها اوفري شمال وتستس شمال ويوترس شمال ويخرج من الجينيتال بور الشمال. عايزين بقى نتفرج على صور نشوف فيها الماتيور سيجمنت بتاع البارازايتس. ادي مثلا ماتيور سيجمنت من غير ما تبصوا على الاسم. ايه هي العلامة اللي مميزة وباينة هنا قوي؟ شايفين الخط اللي ماشي ده اهو، الخط ده اهو، وفي بور هنا كده في الجنب، ده الجينيتال بور، وده الايه القناة اللي ماشية شايلة الاجز من الاوفري اللي هو الاوفري اللي هنا اهو، اللي هو سواء كان باي لوبد او تراي لوبد، وموصلاها ناحية اللاترال. هل هو واحد بس ولا اتنين؟ واحد بس. طب هل هو في النص ولا على الجنب؟ على الجنب. يبقى دي على طول تينيا ماتيور سيجمنت. تمام. طيب نشوف واحدة تانية، دي مثلا ماتيور سيجمنت فيها علامتين مميزين قوي. اول حاجة ان هي برودر زين لونجر، ادي طول شايفين العرض كبير انما طولها صغير، برودر زين لونجر. تاني حاجة ان الجينيتال بور موجود فيها في السنتر، او واحد بس وفي السنتر، يبقى دي ايه؟ يبقى دي الماتيور سيجمنت بتاع الدايفير وبثريوم ليتم. في حاجة تانية، دي مثلا ادي القناة اللي على الجنب دي خارج منها الجينيتال بور، وادي الباي لوب ده ايه، ادي الباي لوب اوفري، يبقى دي ايه، ادي الايه البور اهو، وادي القناة اللي ماشي فيها الاجز، يبقى دي ايه على طول، يبقى دي التينيا ماتيور سيجمنت. اخر واحدة عندنا اللي هي دي، انا شايفة ايه قدامي؟ انا شايفة ان هي لونجر زان برودر. الحاجة التانية ان هي فيها اهو، ادي واحد ادي اتنين، عندها تو جينيتال بورز وعندها تو سيتس اوف جينيتال اورجنز، يبقى دي على طول الماتيور سيجمنت بتاعت الداي بايليديم كناينة.